السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. في هذه الحلقه من لعبتكم لعبه ماينكرافت سنلعب احد المابات الخاصه بالرعب. هذه الماب صراحه مرعبه جدا، انصحكم الا تلعبوها اذا كنتم لا تستطيعون استحمال الشيء الذي سيحدث لنا الان. المهم سنضغط هنا وسنكتشف الفويس تيستر دمان، يعني ان هذا هو الصوت الذي سنستمع له طوال هذه القصه. فهمت. وهنا ذا رولز، القوانين. موسيقى غريبه جدا. Before you play this map, make sure that you do not have a heart attack because this map contains jump scares and voice acting. Jump scares. هل سمعتم يا أصدقائي ما الذي قال؟ قال بأن هذه الماب هي مرعبة جدا وفيها الكثير من اللقطات المخيفة جدا. لهذا السبب يا أصدقائي أنصحكم إذا كنتم تخافون لا تقوموا نهائيا بمشاهدة هذا المقطع. بالنسبة لي أنا سأحاول ألا أخاف، وهذا ما سنحاول فعله الآن، وهي لكي نضغط على هذا الزر. Pink Chip Presents. مع البداية دخلنا للظلمات. اسم الماب كوما، اسم على مسمى، يعني أننا سنعيش قصة رعب وممكن أن نسقط كوما في المستشفى. موسيقى البداية ممتعة جدا صراحة ومرعبة في نفس الوقت، وها أنا دا مستعد لكي أعيش هذه القصة. اسمعوا صوت الأوديو. تري أيام. التوقيت الآن هو الثالثة صباحا يا أصدقائي، وهذا المكان صراحة لا أستطيع الجري فيه. أنا الآن أضغط على شيفت، لا يمكن الجري نهائيا. عندنا هنا على اليسار آيتمز، وعلى اليمين عندنا الكيز وهي تلك المفاتيح. هيا لكي نكتشف ماذا يوجد أولا في هذه التشيس. هنا عندنا الفورنيتشرز. يور نيكس. مشكل 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 مشكل، لقد انطفأت الأضواء. هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. أوكي أوكي أوكي، سأخذ هذه الورقة. فيها كتابة واحدة فقط وهي يور نيكس، يعني أنا هو الشخص التالي. وفجأة انطفأت الأضواء. واو، هذا لا يعقل يا أصدقاء. الآن علينا إيجاد الكي، لأن ذلك الصوت الذي تكلم قال بأن علينا إيجاد الكي. كيف سنستطيع إيجاد الكي؟ أكيد بالبحث في هذه التشيس. ممكن أن تظهر جامب سكير في أي لحظة، لهذا السبب استعدوا يا أصدقائي. أنا أقولها وأكررها، استعدوا للمصائب التي ستحدث في هذه الأثناء. الكيز موجود. أولد كيز، هنا المفاتيح القديمة، يعني هنا ستكون الكيز على ما أعتقد. قد بحثت في جميع هذه التشيس. احذروا، في أي لحظة سيظهر هذا الوحش. لقد رأيت الكي. ممتاز. Let's get out of here. Get out of here يا أصدقائي. هنا هو الباب اصلا. والشكل تعجبكم المابات الخاصه بالرعب؟ ها انا ذا لقد جئتكم بماب خاصه بالرعب. ها هو الكي، نضعه هناك. مشكل مشكل مشكل. الحمد لله انني لم ادخل من ذلك الباب. عرفتها واحسس بان سيحدث شيء ما صراحه. الحمد لله رايت يا اصدقائي ذلك الزومبي الذي ظهر. واو، كاد ان يوقف لي قلبي. ليس الزومبي هو الذي اخفني بل ذلك الصوت المزعج. لم اعد استطيع السماع بشكل جيد الان. الحمد لله انني لا ارتدي السماعات القويه، بل انا ارتدي فقط الايرفونز. الصوت لم يكن قويا كثيرا الحمد لله باستعمال الايرفونز. وفي الاخير استيقظنا من النوم كاننا كنا نحلم فقط. هذه تشيز لا يوجد فيها اي شيء. بالنسبه لهذه الكرافتين تيبلز شكلها رائع جدا، تشبه 3D تقريبا. الجرافيك الخاص بهذه الماب مدهش. الساعه 8 صباحا في هذه الاثناء نفتح هذا الباب وعلينا الحذر كثيرا. ممكن ان تظهر لنا جامب سكير في اي لحظه الان. هنا هناك يا اصدقائي بوتن، لن امر من ذلك المكان. وهذا ما هذا الشيء، لا استطيع اخذه. فتحت ذلك الباب ولم يحدث اي شيء الحمد لله. الكيتشن. مشكل، انطفأت الاضواء. لا لا لا، فهمت الان فهمت. لقد اخبرنا بان الضوء لقد نزل، يعني ان هناك شيء غريب لقد حدث في الجينيريتر روم وعلينا اصلاح المشكل. هناك صور غريبه جدا. نعم تشيسز شاركول، هنا الشاركول وهنا بلوك كويل. اوكي، تذكروا معي هذه الامور. وهنا قطع اللحم، لاننا الان دخلنا للكيتشن اصلا وهو المطبخ. ما هذا؟ سبايدر اي. واو، عندهم سبايدر اي كذلك. رافيش. وها هو المفتاح. جيد، وجدت المفتاح. يجب علينا الذهاب الان للجينيريتر روم، غرفه المحرك، لكي نصلح هذا الامر. بما انني لا زلت اتذكر، هذه هي غرفه النوم. نعم بالفعل هي هاتي. قد رايت البيانو، يعني ان الجينيريتر هي تلك الغرفه التي لم ادخل لها سابقا. هي هاتي. أنا الآن خائف لأنني إذا ضغطت على هذا الزر ممكن أن يظهر وحش ما. شاهدوا؟ قد قفل الباب علي، وبالفعل ها هو الجينيريشن شيء. لا أستطيع الدخول لذلك الباب، شيء غريب. حسنا سنستعمل المفتاح وسنفتح الباب وسنهرب. هناك صوت غريب، سمعتموه؟ حسنا سندخل. أتمنى فقط ألا يقفل علي الباب. ماذا يوجد على اليسار؟ باب آخر سنفتحه. قد قفل لوحده. حسنا سندخل. في اي لحظة انا متأكد سيظهر وحش مع جامب سكير. ها هو الجنريتر لقد رأيته. قبل هذا سنكتشف جميع هذه الجوانب. هناك منطقة خاصة بالكي انترنس، من هنا المدخل.
ومن هنا الإكسيت، من هناك الخروج. فهمت الآن. وهناك كذلك كيز أخرى حسنا يا رفاق، هي لكي نأتي الآن لذلك الجينيريتر. نضغط لقد أخذت هاتين، ما هاتين، أخذت البراش باش. ولماذا لا أستطيع أخذ هاتين؟ لقد أخذتها كذلك، أخذت اثنتين من البراش باش. حسنا سنعيد هاتين البراش باش لأماكنها وسنضغط هناك. ما الذي حدث؟ It doesn't work. الجينيريتر لا يشتغل. المانجر كيف هذا؟ نحن في أوتيل، هذا الأوتيل فإنه مسكون. توقعت بأننا في منزلنا، لكن لا، نحن في أوتيل وهذا الأوتيل مسكون. وصديقنا يريد التحدث مع المانجر. المشكل هو أننا لن نستطيع أصدقائي. قد فتحت هذا الباب وهناك صوت غريب. ما هذه السلاسل؟ هل هنا سيتم تعليقي؟ بعد ما سيتم إمساكي. مشكل، منطقة مرعبة. هذا الراديو، شيء هيلب مي، ساعدني، من هذا الشخص الذي يطلب المساعدة؟ وهيلب مي مكتوبة بالدماء. لا أستطيع مع الأسف قفل ذلك الراديو نهائيا. في أي لحظة سيخرج ذلك الشبح. ولدينا الكيز ولدينا البونز. مشكل، تلك العظام 100% خاصة بالشخص الذي تم الإمساك به وقتله. هذا لا يصدق. اسمعوا، أتحدث معي شخص ما. نوب، إذا تأخرتم ستسمعوا الأوديو. هل سمعتهم؟ مشكل، سنأخذ الكيز. نهاية الأصوات مرعبة جدا. أخذ ثلاثة من الكيز، نضع الكي هنا كي نفتح ذلك الباب ونهرب من هذه الغرفة. مشكل. هيا، أين هي الشجاعة يا ياسين؟ أين هي الشجاعة؟ الشجاعة لقد ذهبت مع أهلها يا أصفى. أوكي. هذا الباب؟ لا، لقد ضيعت الآن ذلك المفتاح. لكن هذا هو باب الخروج 100%. لا، 100% لقد ضيعت أحد المفاتيح والآن لا أستطيع إعادتها نهائيا. علينا اكتشاف منطقة مالكي نخرج. بلا، هاو، نستعمل الكي في فتح هذا الباب. جيد، سنهرب. اختفى ذلك الصوت، لكني لست متأكد ما الذي قلبي لقد خرج من مكاني في تلك اللحظة. لم أكن أتوقع نهائيا أن ذلك الوحش سينتظرني أمام الباب. واو، هذه الماب لم تعد ممتعة يا أصدقائي. لقد اعتقدت بأنني لن أخاف، لكن صراحة صانع الماب لقد أمسكني وأرعبني وأخافني. وما هذا المكان الذي جئنا له؟ هذه الغرفة تشبه غرفتي العادية. فإذا بي أتفاجأ أنني خرج لهولوي. هل يمكنني فتح هذه البيبان؟ لا أستطيع. هذه البيبان أصلا لا يمكن فتحها لأن لا توجد أي بوتنز بالقرب منها لكي نستطيع فتحها. يعني الباب الوحيد الذي علينا ولوجه هو هذا الباب هنا في الأمام. افتح. نعم. ومن ذلك الشخص؟ من ذلك الشخص الذي يلعب البيانو في هذه الأثناء؟ هل ندخل لكي نسلم عليه؟ ممكن أن هذا هو الوحش، هذا هو الجني، هذا هو الشبح، هذا هو الشخص المرعب. أنا مستعد، هيا أخفني الآن، أخفني. سنقترب منه. نعم، لقد عرفته بالفعل، لقد أخفني لكنه لم يخفني كثيرا لأنني أحسس أن ستظهر لنا جامب سكير في تلك الأثناء. أوكي، 3 أيام، واو، الثالثة صباحا. إلى أين سنذهب؟ سنتجه لعالم آخر، الله لا أعلم. نعم بالفعل، ما هذه المنطقة التي جئنا لها؟ هناك العصافير. لا، بل ليست العصافير، بل الصرصار. نعم، هل تعرفون قصة الصرصار والنملة؟ لأن الصرصار في الربيع والصيف عندما تكون الأجواء ساخنة لا يعمل ولا يفعل أي شيء، يجلس فقط يعزف هذه الموسيقى الغريبة جدا. لكن النملة فإنها تستمر في العمل وتتعب كثيرا في جمع الموارد لكي لا يحس بالجوع في فصل الشتاء. والصرصار عندما يدخل فصل الشتاء فإنه يموت من الجوع المسكين لأنه لم يشتغل، جلس فقط يعزف الموسيقى. Dangerous area, please do not cross for safety. هذه المنطقة هي منطقة وعيرة. نعم، هناك فخ، لكن علينا النزول 100% لأن هناك سلم. تلك هي الطريق الوحيدة والسبيل الوحيد كي نستطيع تتمت. وعندي شافل، سأخذ هذه الودن شافل، ممكن أن نحتاجها أصلا. وأتوقع بأنني مستعد. افتح الباب، يا سلام، افتح هذا الباب كذلك، وهيا لكي ننزل. هناك بطن في الأسفل، رغم كل هذا سأنزل وسأضرب في تلك البطن. ما هذا؟ هناك رافلز، علي استعمال شافل، لهذا السبب أعطونا تلك الشافل أصلا. أوكي، سأستعملها، لا مشكل لدي. سنستعمل الشافل كذلك بذكاء، أن ممكن أن تكون هناك حفرة مختبئة بالخلف من هذه البلوكات وممكن أن نسقط فيها. وصلنا للباب أخيرا، حانت لحظة جمع القليل من الشجاعة والدخول وفتح هذا الباب. هناك شخص يطرق. هل أنا من طرق؟ لا أستطيع التحرك نهائيا، لقد تم تجميلي. الطرق أصبح قويا. نعم، لقد دخلنا الآن لمقبرة. فهمت. الشخصية التي تتحدث قالت بأن يجب علينا فعل investigation لهذا المكان لكي نستطيع إنهاء هذه الأحلام وهذه الكوابيس. أغلب هذه الصناديق هي عبارة عن قابر ولا يوجد فيها أي شيء. رغم كل هذا سنستمر في البحث
لأن ممكن أن نجد مفتاح في أحد هذه الصناديق. نعم بالفعل ذلك القبر فيه مفتاح، القبر الأخير القريب من هذا الباب، ومن هنا علينا المرور. حسنا أنا مستعد، هيا أخيفوني أخيفوني، لم أعد أخاف نهائيا. حسنا انطفأت الأضواء وقفل الباب، لا مجال للعودة، علينا إيجاد الآن طريقة ما لكي نستطيع الهروب من هذه الميز. هذه الماب تريد إخافتكم، يعني الناس ستخيفون مهما فعلنا، سيتم إخافتهم، لهذا السبب سنتحرك ببطء فقط بهذه الطريقة. رأيت باب وفي الأخير ظهر هذا الشخص، شاهدوا وجهه مرعب جدا، نزل من السماء وهو عبارة عن جثة. هناك شخص ما يحاول إخافتي وإرعابي، وبالفعل هذه الميز كبيرة جدا، من هنا الطريقة لما أتخيل هناك شخص ما يصفر. أرجوك يا أيتها اللعبة لا تفعلي هذا في أنا الآن أحاول التحرك ببطء، أرجوكم لا تخيفوني لا تخيفوني. وصلت للنهاية، نعم لقد خرجت لمنطقة ما، شاهدوا. مشكلة سأتجاهله كأن لم يحدث أي شيء. هناك شخص ما صرخ بالخلف مني، أوكي إذا مررت من هنا هذه المتاهة كبيرة جدا، سأموت في أي لحظة الآن، أعدكم أنني سأموت، وسيظهر شبح ما مرعب ومخيف. وصلت للنهاية، مشكلة قد حدث شيء ما في ذلك المكان 100%، تلك هي ليست هي الطريق. وها هو باب، وجدت باب غرفة فيها السلاسل. وما هذا الشخص الذي ظهر؟ ما هذا الطفل؟ هل أنت هو الكابوس المزعج؟ أطفأ عليه الأضواء وبدأ يغني، أرجوك فقط أتركني وشأني، إذا كنت أنت هو الكابوس المرعي فإنني سأدمر لك، علي الخروج بسرعة كبيرة من تلك الغرفة لأن فيها السلاسل، لا أريد منهم أن يمسكوني. افتح الباب، جيد. تلك الغرفة غريبة جدا، فيها أطفال يضحكون. أين أنتم؟ أنا دجاي عندكم، سأدمركم، يعني أنني سأدمركم يا أيها الأطفال. أتعتقدون بأنني أخاف بالأطفال؟ نهائيا لا أخاف منكم يا أيها الأطفال. المشكلة هي هذه المربعات السوداء والبيضاء يتم استعمالها في السحر، كأنني دخلت الآن لغرفة سرية خاصة بالماسونية وبالسحر. وصلنا الآن لباب الكامبس. ها هو ظهرت تلك الفتاة أو ذلك الطفل واختفى في الأخير. ماب مرعبة جدا، الفلور 1 2 3، نزلنا الآن للفلور الثاني، لازلنا نازلين، سننزل للفلور الأول على ما أعتقد لأنني لا أستطيع التحرك في هذه اللحظة. والسهم لازال نازلا، وصلنا للفلور الأول، قال لنا بأن علينا الجري بسرعة جدا حتى نهاية الطريق. لحظة في الحقيقة، 3 2 1، جيد لقد فتح الباب، ليتس جو، طلب منا الجري والهروب، يعني أن علينا الجري والهروب. حسنا، لن أنظر لا على يميني ولا على يساري، ولن أنظر نهائيا للخلف، بل سنستمر فقط في الجري بهذه الطريقة حتى نصل إلى المخرج وحتى نصل للأمان. هناك صوت غريب جدا يحدث، هل سمعتم؟ عند الاقتراب من الباب فإنني سأقفز بهذه الطريقة، لأنه ممكن أنتظر جامب سكير. نعم رأيت من ذلك الوجه الذي ظهر، الحمد لله لم أخف في هذه اللحظة. ذلك الوجه الذي ظهر صراحة فإنه مضحك جدا وليس مرعب، وها نحن الآن جئنا للعالم ولا زال هذا الصرصار يصرصر علينا في هذه اللحظة. الأوديو قال بأن هذا هو منزلنا، لكن كيف سنستطيع؟ نعم لقد تذكرت الآن، في إمكاني الصعود أصلا فوق من هذا الحائط بسبب تلك الأعشاب، وسندخل الآن لمنزلنا. قد سمعت صوت غريب، أنا الآن جئت لمنزلي حقيقة، الشخص الذي تحدث قال بأن هذا منزلي بالفعل، يعني أنني يستحيل أن أخاف في منزلي. أخبروني في الردود هل تخافون أنتم في منازلكم؟ أكيد لا أحد يخاف في منزله. I found you. مشكل لقد وجدني، هاو سأضربه، موت. مشكل لقد ضربني، سيقتلني، هذا الشخص خطير، علي إيجاد سيف ما، أرجوك أهرب، يجب الصعود للفوق وإيجاد سيف ما لكي أقتله. أين هو السيف؟ مشكل قد ظهر كذلك ذلك الشخص المرعب، افتح، هل علي ضربه بهذه الطريقة؟ لقد تم إخافتي 3 مرات، خرج الوحش أخافني، قررت البحث على سكين ما أو في الكيتشن لكي أدمرها، لم أستطع تدميرها، ظهر ذلك الشخص في النافذة، وفي الأخير ظهر شخص ما أصلا، وبدأت هذه الكاتسين، وها أنا دا في الحمام في هذه الأثناء، ولا أستطيع لا التحرك ولا فعل أي شيء. هل فشلت في هذه الماب؟ لكني على الأقل أستطيع فتح البيبان، سكر الدور، علي المرور من هنا، نعم بالفعل، وهاو، ستيف. كيف حالك يا ستيف؟ لماذا أحضرتني إلى هنا يا ستيف؟ هل ستخيفني؟ لقد اختفى ستيف. وما هذا؟ ريبيو died because of coma.
هل ميت؟ نعم لقد ميت يا أصدقائي. قالوا لي ريبيو died because of coma. هل أنهيت الماب الآن؟ في الأخير أحضروني لقبري وأخبروني أنني ميت بسبب كترات اللقطات المخيفة التي عشتها. سقطت كوما وفي الأخير لقد ميت وهذا هو قبري. حقيقة لم أسقط كوما. في بعض الأحيان أحسست بالرعب بالفعل، لكن أحيان أخرى توقعت أن ذلك سيحدث، يعني أن هذا القبر ليس هو قبري الحقيقي. ستيف ظهر وفي الأخير ظهرت تلك الجامب سكير المرعبة جدا والأخيرة التي دائما تظهر في ألعاب الفيديو. وبالفعل لقد استطعنا إنهاء الماب، وها هي قناة صانع الماب لقد ظهرت اسمها بروني فيلمز، وكانت تلك اللقطة هي آخر لقطة مرعبة من هذه الماب. صراحة ماب خرافية، إذا أردتم إنهاءها فيجب عليكم المرور على جميع هذه اللقطات المرعبة، يعني يستحيل ألا تحسوا ولو بشيء من الرعب في هذه الماب. ونسألكم قد وصل نهاية هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. كان معكم ياسين، استودعكم الله والذي لا صدى ودائع، حتى الملتقى، مع السلامة يا رفاق.